شاء الله كاين حوايج اليوم ان شاء الله جداد موجدين لهم غنخدموهم للجمهور. وحمد القصيم السواكين ديالو ساكنه وليد اللي الناس كتحبها الحمد لله. ونتمنى نقول عن حسن الظن كاع الجمهور كاع ديال المغرب. نصيحه للشباب كاع اللي متبع ساكنه وليد يحاول يتعلمها من لاباز ديالها. يعني تكون من الاوليات ديالها من القراقه المصطبه من الفراشه من اللعب من لادونس من اي حاجه كتجي من كما نقولوا من التحضيري. يعني ماشي تلحل واحد الاله اللي هي خصها واحد السنين باش توصل ليها. يعني اذا تعلمتي ساكنه وليد من برا غتقدر تتعلم ديك الاشياء اللي انت باغيها. كنتمنى الناس المسؤوله اللي كينظموا هاد البرامج يقدروا الى درنا يتفيد غادي نقدروا نفيدوا هاد الشباب هادو ويتعزل واحد الفئه اللي هي معطيه ساكنه وليد ويكون واحد البرنامج غيكون هائل. انا بعدا كنشوفو يعني كتعطي فرصه للشباب اللي هما كيتعلموا ساكنه وليد وكاينين الدراري اللي هما طالعين زوينين عندهم صنعه في يديهم ديال الموسيقى ديال القنوه وتسكن بس كتبقى روحانيه اللي عنده شي حاجه في قلبه كيحب واحد الحاجه غادي يستمر فيها وغادي ينجح فيها. نتمنى على الله يساعدونا في هذه القضيه الناس اللي كتبت بهذه المهمات. الحمد لله تسكن بس سنه ورا سنه كتعطي واحد حاجه زوينه في الشغل في المغرب حتى في العالم. تسكن بس غداويه زايده في الناس ولات تحبها في جميع كاع يعني الكونسيبت اللي كنمشيو لا برا ولا في المغرب. كنشوف الحمد لله الناس متشوقه باش تشوف السبيكتر ديال القنوه وهذا الشباب اللي ولا معطيين تاكناوش حيت ما كانش هذا الشيء هذا واحد الوقت كانوا غير معلمين شيء خاص بالزاويات بالديور اللي هما كيديروا الدبابه وهذه المسائل اللي هي تراثيه ولكن دابا الحمد لله تاكناوش ولات عندنا واحد القيمه كبيره الحمد لله ماشي العالم كامل وهذا الشيء كيطمن كاين الدراري اللي طالعين زوينين وكنعلموهم وكيستافدوا. حنا تعلمنا ما كانش الكاسيت ما كانش الصيدي ما كانش دابا كلشي موجود اي واحد غادي يسمع غادي يتعلم. يعني حنا تعلمنا بواحد المشقه كبيره باش خلينا هاد البركه يعني كيف كيقولوا الابن ديالي شنو نقول لك الابن ديالي من صغره هو كيدير تاكناويت يضرب الكبري يعرف الطقوس عارف كل شيء ولكن هو عنده السيل ديالو خاص كان لي تاكناويت عندي بحال الموسيقى كنحبها يعني الا جابت الظروف راني نلعبها ما جابتهاش الظروف يعني هو ما تبعش هذا السيل ديال القهوة ولكن كيحبو وراه هو فين كاين راه واقف معاكم. السؤال الأول هو شنو هو السر ديال هادشي هذا؟ السر هو الطبع ديال الله والوالدين والقلب إلا كان صافي كيحب راسو كيحب الناس وهذا هو السر الواحد. وكاين حاجة اللي هضرت عليها بالنسبة للمساكنة ديال اللي كانت قبل أنا ولدت 7 سنين عايش مع القهوة وعشت مع الناس اللي هما كانوا عبيد كحل الله يرحمهم المساكن. المساكنة كما قلت راه كانت كيعودوا على المقاصد ديالهم. إفريقيين جابوا لنا غير ولاد بومبرا كنسميهم البومبراويين. البومبراويين هما اللي كيكونوا في الفراشة فيهم كيديروا في حفلات في اسبوع في عرس بعد الطوبوس اللي كانوا كل خطره كل عام كيديروا واحد الليله ديال الشعبانه ديالهم وكيبغوا يغنوا ما كنعرفوش كيقولوا حيت البومراويين كلهم فيهم لغه افريقيه. يعني البومراويين اللي جاو في المغرب كانوا في عهد السلطان بن اسماعيل منصور الطبي كانوا عبيد كيجيو جيوش كيكونوا كيعودوا على المقاصد ديالهم تما تسمعوا قراقب ما كانوا كيربطوا بالكبل رجليهم بالحديد كيديروا الميزان برجليهم وهما كيغنيو. يعني هادشي هذا واحد الوقت بكري كان هاد من بعد تاكناويت تعلموها ولاد ديك العبيد اللي كانوا جاو المغرب ولاد ولادهم تا ولا كيجبدوا فيهم الاولياء والصالحين ديال المغرب ولاو كينطقوا في بزاف ديال بحال دابا البومبراويين بوحدهم فيهم تقريبا نقول لك واحد 25 ولا 26 طرح. يعني هادو كيكونوا بولاد بومبرا ولكن حتى باقي اللي كاين في المحله ديال تاكناويت كل الغدا هما اللي رتبوها هما اللي قادوها على حسب كل شيء. الصلاه على النبي كيغنيو على الدين كيغنيو على اولياء الصالحين كيغنيو على السادات هادشي هو تاكناويت اللي كاين ولكن عنده واحد السر
اللي هو رباني روحاني. يعني كي كتشوف الكبريت ديال القنوة كتجبر شجرة محفورة ديال الكرم، كتشوف الشلة ديال الرهبة ديال الجمل، النصران ديال العدروس بيهدين كله على كله. إلا جينا نديرو نصوبو شي طاجين غادي نصوبو. هادشي التكناويز باش هي عندها واحد القوة في السمع ديال المتفرج، يعني كيحس بشي حاجة قيصة. ناس الغيوان كيما كانوا في واحد الوقت راه تشتي كيفاش تبارك الله الصعيب كيما كاين الآن، دابا السمية ديالهم كاينة في الطريق، وكانوا كيديروا بزاف ديال الألحان اللي كانوا كيديروا على التكناويز. بحال رجا كنغني واحد الميمونة بحال ليلة هي الله هما يرخلوني، يعني بزاف ديال الحوايج اللي كيتصور منهم هاد التراث ديال القهوة. الله خلق الإنس والجن. ولكن أنا بداخل شخصيا ما عمري كنفكر ما بين شي حاجة كاينة من غير الله. يعني هادو طقوس كانوا كيديروهم في واحد الوقت، يعني ديك الطقوس الناس ملي كتكون كاين بعض الناس كيقولوا ما عمرهم حضروا القناوة وكيجيو في الليلة القناوة، وكتشوف الإنسان ناض كيطيح كيجذب، ماشي الجل اللي ضربو، لا هذاك الطاقة ديالو هي اللي نوضاتو. يعني كيف نقولوا العرس الشعبي ناضت بنت بلا هواها كتشطح، يعني شنو نوضة؟ ما نوضاش نوضة السواكن، هو السواكن الهوايج ديالها. يعني هذا هو خصنا اللي يفهم هذه المسألة هذه. يعني راه ما كاينش واحد كيضربوا الجن باش ينوضوا، ولا شي واحد يقول لك هادشي. هذا كاين طقوس الناس كتمشي بواحد العقيدة وكدير النية ديالها، وفي النية ديالها كتربح. هذا هو السر اللي كاين في هادشي ديال التكنوز. سبع سنين أنا ملي حليت عيني باقي دابا الآن ما عقلتش راسي وفاش تعلمت القهوة. والله العظيم سلوني بغيت نذكر عقلي وفاش نسيت ديك الفترة ما عقلتش. يعني كبرت فيهم وتربيت في هادشي هذا، وهاديك الكلمة ديال المعلم ما كيوصل ليها بنادم حتى كيكون دوز واحد الحرب ديال الميلادية ديال التكنوز. يعني التكنوز راه ماشي سهلة، التكنوز راه فيها تربية، فيها احترام. ما عمر المعلم كنا كنهزو فيها عينا، يعني بحال الأب ديال كيقول المعلم. ولكن المعلم ما كيعلمش، إلا شاف هز كبري غادي يقدر يخبر لك على راسك. لا غير يسمع لي أنا جاي لك. إذا هادشي أنا فهمو. إذا أنا ما عمري بغيت نشبت بشي حاجة اللي هي من غير الله. يعني ما ندخلش راسي هادشي، إلا دخل راسي هادشي غادي نمشي شوية نرفق. لا ماشي أنت اللي قلت أنت دخل هادشي راسك. قصدت بان فن تكناويز هو تيفرض هذا الشيء. مثلا الا شفنا مثلا محمود غيني اللي هو عراب تكناويز، فالنهار اللي كان غيحصل فيه على لقب معلم دوز امتحان ديال تكناويز في دار حسيني بلاد. انا عندي 17 عام وليت معلم ودرت الاقتصاديه تاع معلميت وعيطت على المعلمين. هذه باش تولي معلم تعيط على المعلم ديالك والمعلمين ديال البلاد باش يحضروا ليك وكيعطيوك تخدم واحد المحله ولا جوج. إلا أنت مسطط باش تكون اسم المعلم، راك المعلم كيقول لك أنت من هنا لبكرة راك أنت معلم، وما كتجبر أنت معلم حتى كيقول لك المعلم ديالك. هادشي اللي كان عندنا حنا في زمان، يعني كان مثلا أنا ولد الشمال كان قصر كبير فيه معلم، يعني عنده الخليفة ديالو. يعني اللي غير بخيز ولا مسج لك نعم عن مد العصر. شكرا. شنو نقول لك؟ التكناويز كانت عادية بالليا. يعني فكرنا باش تقدر تكناوي تقدر تزيد الدم، يعني نقدروا ندخلوا آلات موسيقية، ولكن آلات اللي هما اللي مازال الناس اللي كيلعبوا جاز بلوز، حيت الروح ديال الجاز الروح ديال البلوز هو تكناوي. حيت كما نقولوا الولد هو باه والجد، الجد هو الجوج، والاب هو اللي كيكون الباص كبير، والولد هو الباص. يعني القمري هو جدهم. يعني هادشي سمعنا مع الموسيقيين كبار بزاف بزاف بزاف، يعني كيموتوا على التكنويز. والحمد لله خدمت مع جون زاويدو، خدمت مع ماركوز، خدمت مع سماكي بابير، خدمت مع بزاف ديال الفروق اللي هما عارفين في الموسيقى ديال الجاز وديال البلوز. والحمد لله كان واحد
الشيجان ما نقولش سكناوي سي ما حطيتيها حطيتيها في الشعبي حطيتيها في الريح حطيتيها في الراب حطيتيها في جميع الوليدات الموسيقي يعني ديرها بلاصة هذا هو الحلاوة ديال سكناوي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.